موجود فيها هو رومانيج، هو لا اللاعب يمكن من القلة اللي جربتهم يقدر يعطيني دور الديفيد فيها، فقط هو رومانيج. فلما احط لاعب في النص ما استفيد منه غير اني يعني ما انفرد. شنو شوي جربت، يمكن انت كنت حاضر، حطيت ميسي اس اس، اقول لك اخترب لعب، اخترب تعال الجيم 0-0. الجيم يبي لي رقابة. شوف أنا الحين هو يلعب على 2 بليتز، البليتز تعرفون لا اللي يشوتون من بعيد في 90 ودونها سقاطة نفس فيفا، فأنا ما بقدر أراقبهم اثنين، بقدر أراقب واحد بس منهم، يعني ما بقدر أراقب كيزا وصلاح بنفس الوقت، فأراقب واحد منهم بس خلينا نشوف ايش يصير اللعب. طابت اوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قبل انطلاقه المباراه يبدو ان كل شيء مثالي هنا من اجل مباراه الالوان، كره قدم السويد اسود انا احسن. رائعه بشكل عام، الطقس جميل، اجواء رائعه في المدرجات، سماء صافيه، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن ان يحدث على ارضيه الملعب على العش. تشوف هنا المخالفه موجوده بالطبع. بكل قوة بكل إصرار يواصل المشوار، ثقة كبيرة أظهرها الدفاع هنا في هذا التحدي. انطلاقة مميزة انتهت بتدخل سليم وحاسم، بابي فرجها تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى بابي. تمركز أهم صفة للمدافع، رائع جدا في توقع مسار الكرة. تومياسو تدخل في الوقت المناسب لإيقاف الهجمة وتحدى انطلاقة هجومية كانت واعدة. قوة كبيرة في التعامل مع هذا التدخل. الآن فرصتهم للمرتدة. يستقبل الكرة في وضعية ممتازة. تمريرة جميلة الآن. عدت الكرة. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا. ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس. إذا كان هنالك مرة قادمة. واضح المحاولات من البداية هنا. مرحلة جس النبض من الفريقين، كل فريق بدأ بشكل حذر، يدخل في المباراة تدريجيا، لا أحد يريد أن يغامر من البداية ويجد نفسه بعد ذلك في موقف صعب إذا ترك مساحات أو ارتكب خطأ. وان بيساكا. البرتغالي رافائيل لياو يملك موهبة جبارة غير عادية، بالإضافة سرعة كبيرة تجعل منه لاعب لا يمكن إيقافه، لاعب أثبت بمهاراته وفنياته أنه يعرف كيف ومتى يتحرك، يعرف طريق المرمى ويعرف كيف يستغل المساحات جيدا ويعرف كيف يتعامل مع المدافعين. هذه خصائص مهمة جدا تتمنى تتواجد في فريقك حتى يكون يصوب كرة عمقه واجد صعب، بعيدة جدا عن المرمى. بدت حركة من كلامي غير واقعية، كنت أشوف من دائما خلال الهجمة المرتدة. قاعد يحاول يستغلها. يتدخل والله في ما قطع تحس الكرة يلعب كرة قدم، ما في مفكر تفاصيل يعني، براحة الله بس تعال وتحرك بشوت. لقطع الكرات. رود خوليت وصلت إليه رافائيل لياو. الكرة
يا دخلان فرانكي أورس بعيد يعني مباراة 18 تسجيل مربع عادية بس ما أعلم ما أعلم عندما نقول هداف بالفطرة روعة أقدامه وجمال كراته هدف جميل جدا والآن تتغير النتيجة لتصبح 1-0 لا تسألني كيف ضاعت لا أعرف كيف ضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة شيء غريب شيء خيالي بصراحة هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت لعبة رائعة الآن صافرة من حكم المباراة هذه كرة غير شرعية ديناميكية واسعة صفر زوم 10 طول متأخر في النتيجة لكنه يقدم مباراة قوية وقادر على العودة في المباراة بكل تأكيد تمريرة جميلة ينجح الدفاع في إبعادها أداء دفاع قوي جدا هذا اليوم. رومينيجي تمريرة كانت سيئة للأمانة. انتهت الهجمة الواعدة مبكرا. يفقدون الكرة بسهولة لا تعرف وين المشكلة بالضبط فريق غير حاضر ذهنيا هذا اليوم. دافيد فيا الكرة يا حرام الحين أي أسهل فرصة دافيد فيا ولا فرصته هو اللي سجلها بخل. وللاسف في كره القدم لا المسافه والقرب اظل من اللعبه والله اظل قاعد فول بلو يا الله بفرصه التركيز على انهاء الهجمات استغلال فرص بشكل افضل اشتبكت لمنطقه الخطر خليت هذه هي القوه المطلوبه في هذه المواقف بابي هجمه مرتده الان يلعب كره بينيه بيرغومي يحاول ابعاد الكره كرة إلى الأمام البينية حلوة الآن أراوخو يبعدها استعادة سريعة هنا يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية محمد صلاح إمكانية مرتدة الآن كيزا قراءة ممتازة للكرة توقع ممتاز هنا ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة إلى اتخاذ قرار إلى ذكاء تمريرات قصيرة رائعة وسريعة اليوم الهجوم محاصر في مصيدة الله يحييك سيف أهلا وسهلا حبيبي هلا والله سيف والله حرام الفرصة اللي ضاعت من شوية فتقهر الحركة وسجل فينا هدف من برا 18 بخلد نفس طريقة تسديدة جافيت فيا بس إنما من خط 18 وانا من داخل الصندوق اضيعها قاعد اقول بلو بيدافع 90 دقيقة الحين على الجول 90 دقيقة بيدافع الحين سهم ازرق يغثني بالدفاع لو كونامي اعطتنا فرصة كان فتح الملعب لعب طبيعي صح بس يلا نقول ما علي شو السر لعبة شي اللعبة صايرة جد لم يحرزوا اهدافا بعد لكنهم قدموا اداء جيد اجمالا ربما سوى الحظ اللي كان يواجههم Signore e signori, chiunque abbia parcheggiato l'auto sulla strada all'esterno dello stadio è pregato di rimuoverla. Sostituzione per il Napoli. Numero 21. ستبدا احداث الشوط الثاني الان. نابولي لا يجب ان يفقد اعصابه لانه لم يخسر رهانه بعد ما زال امامه 45 دقيقه قادر فيها على التعويض على العوده اي دفاع في هذا اللقاء دفاع حديدي بالفعل يحاول تمريرها من بين المدافعين حلول كثيره كانت متاحه في هذه اللعبه لقد كان بالامكان افضل مما كان ضاعت فرصه متاحه وخطيره جدا كيزا في المكان الصحيح رائع جدا في توقع مسار الكرة بداية هجمة كانت مبشرة واعدة لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين بينية رائعة لا
تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف وضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. والفرصة يا الله الحارس في الدفاع عن مرمى، يا الله يا الله التضييق. بناء الهجمة صار صعب، ويا الله بفرصة وقع سهم أزرق كامل. شتت الكرة بعيدا، واقع تحت ضغط كبير في هذه المباراة. دافيد فيا، رافائيل لياو، دافيد فيا، هل تمر الكرة؟ يس هيرا، على لعبة جميلة، على كرة مثيرة، على هدف يحرك الجماهير. الله يفتح الملعب، بس شو فتح الملعب زين. هندوف على الكيك اوف، بس في هذه اللقطة في هذا الهدف يملك مهارات كبيرة بالكرة. مثل هذه الأمور تحب أن تشاهدها في عالم كرة القدم، هذه اللي حببنا في الكرة بصراحة، مثل هذا الفن وهذه المهارات. بهذا الهدف بهذا التعادل تعود المباراة إلى نقطة البداية. نسوي تنشيط، تنشيط الهجوم. اي من المباريات والاداء فيه نديه كبيره. هي هنزل ايش قاعد اسوي له تنشيط باقي مركز بعد قبل اقامه هذا اللقاء، وحتى الاحباب قبل ان نجيب جول بركي احسن في هذه المواجهه الصعبه والمتكافئه. انا محتاج اجاوب فيها راح الدفاع. بدلت سيف، دخلت فولفردي فضلته على فيرا عشان انا ابي اسجل له. فيرا عمليه دفاعيه زين، بس انا الحين ابي افوز، لا ابي اهجم، ابي اروح امكانيات هجوميه. فمودريتش يعني اقصد فولفردي بيكون عطائه احسن قدام من فيرا، فبعتمد فولفردي هالوقت. انا مو فايز، انا تعال بعتبره خساره سيف. بعد شويه يجي يوم ان شاء الله. يلعب بالأربعة اثنين أربعة سيف، خطة جدا جنونية قوية، سلاح ذو حدين، يهجم بأربعة بالأطراف اثنين وباثنين بالعمق ويعطونه سبورت الوسط. تبدو واعدة هذه الهجمة، لكنه لم يقدر حتى على تجاوز منتصف الملعب. توغل بالكرة. يس يس يا الموت. سيف بضرب ستارت، عطني نصائح، ادخل فيرا وادافع عليه فول بلو، اعطيه نفس ما لعب وياي، اجيب له لو استمر نفس الطريقة. يمديني اطلع واحد من المهاجمين وانزل العب اثنين ارتكاز وادخل فيرا تحت مع سيلفا. سيف اسويها، اطلع واحد من المهاجمين مثلا رومانيجي او ايا كان، رومانيجي او ليا واحد منهم. استغني عن المهاجم، استغني عن من شباب، بسرعه عن من نستغني؟ بس ما تحس الوقت جدا مبكر يعني؟ انتظر شوي، يلا يضيع علي الوقت. شوف الدقيقه 63 الحين، خليها تمر لها 75 ونسويها، وش رايك؟ تحس واجد من وقت يعني، يمديني اسجل هدف. متقدم بفارق هدف الآن. مرت الكرة، يا سلام، ليش ما سويت؟ يعني حاس ما رحت فول بلو، غلطتي يعني. أنا المفروض أروح فول بلو. هذه الكيك أوف فيها أثغرة في اللعبة، أنا نسيت، خذوني التكتيك وكذي ونسيت إني أرجع فول بلو، ولا المفروض إني أنا ما أستقبل هذا الهدف الدافع. تمريرة حاسمة مميزة جدا هنا، هذه العرضية سهلت من مهمة الضربة الرأسية. بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد. تستغرب صراحة هذا الأمر، لا أعرف كيف ترك الدفاع وهم يعلمون جيدا قيمته كلاعب هداف. لو أني سجلت خلاص بسويها من الحين.
هو التأثير اللي كان مطلوب منه منذ دخوله. يس هدف لنابولي. الله صحيح. جيب جيب يا سيف خطتك سويها. سجل الهدف قد يكون حاسما بعد ذلك لمصلحتهم رغم الرقابة. كان ينجح في التسجيل بكل هدوء، لا يمكن إيقافه بسهولة. لعبة رائعة من كبير يا وحش الوحوش ده. اللي هتجي يا سيدي قول له يلا يلعب هم اللي حولك الموجودين فيها. نابولي يقوم بتغييرات بالجملة هنا. نزال اللعب لو تحط فيه. انظروا الآن إلى ردة الفعل من الجماهير، انظروا إلى كمية التصفيق والوقوف تحية لهذا النجم الكبير. يا لها من لحظة تؤكد على قيمة هذا النجم وكمية الحب من المشجعين لهذا اللاعب. ينجحون في التقدم بالنتيجة بفارق هدف وحيد. يتدخل ويقطع الكرة عند خاصية قراءة اللاعب والتحرك لقطع الكرات. الآن ممكن نشوف هجمة معاكسة. نابولي أكيد يرغبون في تعزيز التقدم وعدم التراجع والدفاع فقط. هدف آخر راح يخلي الفريق يلعب بأريحية أكبر، ولهذا رأينا هذه الفرصة. يتدخل ويقطع الكرة. استعادة سريعة للكرة، تدخل بدني من أجل استعادة الكرة من جديد. يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. فالفيردي مرور جميل من المدافعين وانطلاقة على اليسار. عدى وتوغل هنا. فييرا بدون مخاطرة يعود بالكرة. يتقدم اللاعب في الجهة اليسرى. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. توغل وفات الآن. يا لعيب كرة جميلة هنا. رافائيل لياو في الوقت المناسب يتدخل. لو تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. رائعة التمريرة. إيه جيب جيب يا ريكار جيب. هل تكون الله وحده على راسه. إيه صلصة. أمامه الكثير من الوقت وعليهم استغلال الفرصة. فالفيردي يضيع وقت. يحاول أن يلعب كرة بينية. استلام لياو. فالفيردي فالفيردي وانتو تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. الكرة ملعوبة من مسافة والبينية تبحث عن المنطلق. رد فعل سريع هنا يقطع أورس. راسك إذا تضربها عمري عليك والله عمري عليك. عنده فرصة لهجوم ممتد. اليوم عوضتها والله. شوف علي شوف لا تعطيه فرصة يا حكم لا تعطيه. صفر صفر ايه